أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم. ضيفي اليوم هو محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة ورئيس جمعية الأوراق المالية. سنناقش معه أسباب التراجعات التي تشهدها البورصة المصرية منذ بداية الشهر الجاري. فصل قصير ونبدأ معكم فورا بأهم الأخبار. والبداية مع هذا الخبر الهام، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع من المشير حفتر على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكدا سيادته دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل. كما أكد السيد الرئيس على دور المؤسسة العسكرية في القضاء على أشكال الإرهاب كافة والميليشيات والجماعات المتطرفة. وأضاف المتحدث الرسمي أن المشير خليفة حفتر أشاد من جانبه بدور مصر في دعم الشعب الليبي على المستويات كافة، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين، ومشيدا بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية. كما استعرض المشير حفتر الجهود الليبية للتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي والتي تستهدف تهريب السلاح والمقاتلين والإرهابيين الأجانب إلى داخل ليبيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين لم تلتزم باتفاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وأرجع ترامب قراره برفع زيادة التعريفات الجمركية إلى 25% على الواردات الصينية إلى عدم التزام بكين ببنود الاتفاق التجاري. وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى واشنطن اليوم لعقد مباحثات تستمر على مدار يومين. انخفض اليوان الصيني لأدنى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار بضغط من تزايد حدة الصراع التجاري مع الولايات المتحدة. وخلال تعاملات اليوم هبط اليوان مقابل الدولار بأكثر من 0.6%. وقالت وزارة التجارة في الصين إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن الرسوم الجمركية ضد سلعها. نبقى في الصين، حيث ارتفع معدل التضخم بنهاية الشهر الماضي لأعلى مستوى في 6 أشهر على أساس سنوي، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين ب 2.5% بضغط من ارتفاع أسعار الغذاء. وارتفع مؤشر قياس أسعار الغذاء بأكثر من 6% في أبريل الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2016 للشهر نفسه. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنحو 1.5% الشهر الماضي، وهذا بسبب ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان. وتجاوزت قراءة مؤشر FAO لأسعار الغذاء 170 نقطة الشهر الماضي مقارنة ب 167 نقطة في مارس السابق عليه. هوت الليرة التركية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي، وخلال تعاملات اليوم سجلت الليرة 6.24 دولارات تقريبا، ويعتبر ذلك أقل سعر لها خلال 8 أشهر وسط تزايد القلق لدى المستثمرين حول الأوضاع الاقتصادية في تركيا.
التراجعات تشمل أيضا أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، وهذا قبل إعلان الولايات المتحدة عن حجم مخزونات النفط لديها. وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنحو 21% ليصل إلى 69 دولارا و62 سنتا للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس ب 21% مسجلا 61 دولارا و40 سنتا للبرميل. عالميا ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع بدء جولة جديدة في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وزاد سعر العقود الآجلة للذهب ب0.3% ليصل إلى 1285 دولارا و20 سنتا للأونصة، وزاد سعر التسليم الفوري للذهب ب13% مسجلا 1285 دولارا و23 سنتا للأونصة. وفي مصر تراجعت أسعار الذهب ليغلق متوسط عيار 21 عند سعر 617 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 4880 جنيها. ونتابع معكم الآن الأداء فيما يتعلق بالعملات. نبدأ دائما بالدولار، فيه بعض التراجعات الطفيفة ويلي ذلك العملات الأخرى الأكثر تداولا في مصر. ونتابع مع نهاية هذا الأسبوع الأداء في الأسواق الخليجية، كلها أنهت على اللون الأحمر في جلسة اليوم الخميس. السوق السعودية أنهى جلسته على تراجع ب0.5% تقريبا، مغلقا عند 8856 نقطة، مواصلا الهبوط للجلسة السادسة على التوالي. ومع نهاية الأسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بعد عدة جلسات من التراجع. ربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التداولات 477 مليون جنيه. المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بربع النقطة المئوية عند مستوى 14060 نقطة. أما مؤشر EGX70 فكانت الزيادة فيه بنفس النسبة تقريبا، والإغلاق عند 620 نقطة. EGX100 سجل ارتفاعات أكثر، اقتربت من 13%. أما عن تعاملات المستثمرين المصريين فاستحوذت على 65%، يلي ذلك الأجانب بحوالي 28%، ثم العرب ب6.16%. كان الأفراد لهم الحجم الأكبر من التداولات بنسبة 54.18% والمؤسسات 45%. الرابحون اليوم 50 سهما على رأسهم MM Group، ثم القاهرة للاستثمار والصناعات الغذائية العربية، والخاسرون كانوا 77 سهما منهم القاهرة للأدوية ولاسكو مصر ومستشفى النزهة الدولي والقاهرة للزيوت والصابون. مشاهدينا، كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد لهذا اليوم. فاصل قصير ونتابع بعده تحليلا أكثر لأداء البورصة المصرية. سيشرفني بعد الفاصل الأستاذ محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم. كونوا دائما معنا في مال وأعمال.
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد. نناقش اليوم الخميس اداء البورصة المصرية خاصة مع التراجعات التي شهدتها في الفترة الماضية. ضيفي الليلة هو الاستاذ محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ورئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية اكما. اهلا وسهلا استاذ محمد. أهلاً بيك. كل سنة وحضرتك طيب. خلينا في البداية نتكلم عن التراجعات حصلت في البورصة خلال الجلسات الأخيرة، بالذات أن هي كانت بتتزامن مع قلة في السيولة. حضرتك شايف إيه الأسباب المباشرة لده؟ والله طبعا هي في أسباب نقول أن هي يعني مزمنة شوية ومستمرة بقالنا فترة. يعني موضوع طبعا أن في بعض الحاجات بتأثر على سوق البورصة بشكل عام. أهمها كان موضوع ارتفاع سعر الفايدة، وده ما زال مستمر يعني، ولسه يعني كان في توقعات ان يحصل تخفيض لسعر الفائده الفتره اللي فاتت، ولكن ما حصلش في اجتماع البنك المركزي السابق. فطبيعي ان ارتفاع سعر الفائده بيأثر سلبا على اداء البورصه. الحاجه الثانيه اللي هي يمكن يكون بقى لها برضه مده معانا هي موضوع ان في ضرائب تم فرضها على البورصه وتحولت الى ضريبه دمغه، بالاضافه الى انواع اخرى من الضرائب اللي بتفرض على توزيعات الاسهم. فدي شكلت نوع من التكلفه الاضافيه على الاستثمار الغير مباشر من خلال الاستثمار في البورصه. يعني لما يبقى مستثمر مواطن عادي اللي هو يعتبر الزبون المستهدف بالنسبه للبورصه، قدامه الشهادات المصرفيه والودائع البنكيه باسعار فائده مرتفعه، وسوق البورصة أو سوق المال في تذبذب في الأسعار وفي بعض المخاطر، ويتعرض فيه إلى ضرائب أكبر. يعني ودائعه في البنوك مفيش ضرائب، سواء ودائع أو شهادات أو غيره من الأوعية، وفي البورصة بيدفع ضرائب على التداول سواء كسبان أو خسران في شكل دمغة، وبيدفع ضرائب أيضا على التوزيعات بعد ما يكون الشركات دفعت الضرائب على الارباح الراسماليه او الارباح التجاريه والصناعيه بتاعتها. طيب دي اسباب مزمنه، في اسباب بقى وقتيه اللي هي خلال الايام اللي فاتت يعني احنا. طيب بس في نقطه الاسعار الفايده اذا اردنا يعني ان نتوغل بعض الشيء فيها. صحيح. متخذ القرار يعني بينظر لمساله اسعار الفائده والسياسه النقديه بشكل. صحيح. عام ان هي اداه لضبط التضخم. ايه اللي ممكن يتخذ مع الابقاء على اسعار الفائده في يعني ازاي نقلل من الشرور؟ هل ان احنا نتخلص من الضرائب مثلا ام هي في طبعا البورصه محتاجه لبعض المحفزات. في عايز اضيف نقطه ان في بعض العوامل اللي هي وقتيه. يعني الفتره الايام اللي فاتت بالذات كانت شهدت التوتر، اعاده التوتر ما بين امريكا والصين في الحرب التجاريه بينهم وفرض رسوم جديده، وده بيأثر على العالم كله. هتلاقي يعني البورصات في العالم كله تأثرت سلبا خلال الاسبوع الماضي. ايضا كان في بعض التحركات بقى في اللي هي عسكريه امريكيه في منطقه الخليج برضو اثرت على الاسواق المنطقه كمان. فدي كمان دي مؤثرات اضافيه وقتيه خلال الاسبوع الماضي وانعكست على البورصه طبعا على البورصه المصريه بطبيعه الامور كرد فعل. الشيء الايجابي يمكن النهارده البورصه بعد ما كانت نزلت شويه بدات تاني تتماسك في اخر الجلسه. ارجع بقى لسؤال حضرتك، ايه اللي ممكن يتخذ في ظل السياسه النقديه؟ السياسه النقديه اهدافها يعني مش هدفها انها اسعار الاسهم ترتفع او تنخفض. هدفها اداره السياسه النقديه للدوله، وبالتالي يعني بتبقى بتسيطر على التضخم الى حد ما من خلال التحكم في السياسات النقديه الخاصه باسعار الفائده اللي بيصدرها البنك المركزي، وايضا نسب الاحتياطي بالنسبه للجهاز المصرفي. فطبعا هي من خلال عمليه الاصلاح الاقتصادي اللي تمت بقالنا دلوقتي احنا في السنه الثالثه ليها، كان سعر الفايده بيتجه للارتفاع لمواجهه التضخم المرتفع، وايضا كان في هناك تحريص لسعر الصرف. تحريص سعر الصرف كان يمكن ليه تاثير ايجابي على البورصه اول ما اتعمل، ولكن انتهى تاثيره ومجرد ما تقررت اسعار العمله اسعار الجنيه المصري وصل العملات الاخرى، ولكن سعر الفائده المرتفع ما زال هو سلبيا بالنسبه للبورصه، لان المستثمر بيبص على بورصه فيها مخاطر والعوائد بتاعتها مرتبطه باداء الشركات ومتذبذبه وفي ضرائب عليها.
قصاد الودائع في البنوك الى حد كبير مضمونه ومستقره والعائد عليها كبير، وليست هناك اي ضرائب على الودائع ولا عوائدها في البنوك في الجهاز المصرفي. فهو ده دي الاسباب الرئيسيه. طيب، ولكن سؤالي ايه اللي في ايدينا ممكن نعمله دلوقتي علشان نكتذب؟ انا بقول طبعا، وده كلام يعني يمكن كجمعيه مصريه للاوراق الماليه يمكن توجهنا بخطابات الى معالي وزير الماليه والى دوله رئيس الوزراء، وايضا يعني في حوار مع الرقيب اللي هو هيئه الرقابه الماليه والبورصه المصريه بخصوص ايه هي المحفزات اللي ممكن تتخذ لتحسين صوره البورصه وانها تكون مراه معبره للاقتصاد بالفعل، وتكون جاذبه للاستثمار من ناحيه وجاذبه للقيد لقيد الشركات فيها من ناحيه اخرى. انا عايز بس اواجه نظر حضرتك ان احنا لغايه سنه 2000 كان عندنا اكثر من 1000 شركه مقيده. احنا دلوقتي عدد الشركات المقيده حوالي 220 شركه 230 شركه. يعني الرقم نزل للخمس تقريبا، وده نتيجه غياب المحفزات او الامور الجاذبه للشركات انها تبقى مقيده في البورصه. كان في قبل كده كان في جزء من الاعفاء الضريبي على الشركات المقيده كان بيعفى 10% من راس المال الاسمي للشركه، وبالتالي كان كل الشركات العائليه بتتجه للقيد في البورصه حتى لو ما عليهاش تداول كبير. ده طبعا سبب كان في عدد كبير من الشركات ولكنها مش كلها نشطه. لما هل دي مشكله؟ يعني مش نشطه؟ يعني هي طبعا ان الشركات مش نشطه يبقى هي مش مستفيد بها المجتمع ان يحصل عليها تداول فعلي، وما يبقاش يعني يبقى مقيده بس عشان تاخد الاعفاء. فانا بقول لا، يعني يمكن مش هو ده اللي احنا بنطلبه النهارده، ولكن قد يكون هناك وسائل اخرى اننا نعطي ميزه نسبيه للشركات المقيده ليست باعفاء ضريبي كما كان موجودا على الارباح بتاعت الشركات، ولكن قد يكون هناك مثلا تخفيض لنسبه الضريبه على التوزيعات. يعني الضريبه على التوزيعات هي بالفعل فيها شبهه ازدواج ضريبي، يعني الشركه المقيده بتدفع ضرائب على ارباح الشركه في اخر العام، وبعدين لما تيجي توزع كوبون على المساهم بيتعرض المساهم الى ضريبه اخرى من 5 ل 10%. فانا بقول اذا خفضت هذه الضريبه بالنسبه للشركات المقيده، وهي عدد الشركات المقيده قليل بالفعل يعني بالنسبه لعدد الشركات المساهمه في مصر، يعني الشركات المساهمه في مصر بيقال من 130 الف ل 150 الف شركه، المقيد في البورصه 200 شركه. فاحنا لو حسنا بس الظروف الشركات المقيده قد يكون ده اسلوب لجذب شركات جديده انها تقيد، وقيد شركات جديده سيتيح موارد اكبر لوزاره الماليه من سواء الدمغه بقى او ضرائب الارباح الراسماليه ايا كانت الرسوم التي تفرض على هذه الشركات، ستتيح موارد اكبر من الشركات المقيده. يعني اللي انا بقوله ان دي احد الاساليب. حاجه ثانيه ان موضوع الدمغه المفروضه، الدمغه النسبيه المفروضه على تداول الاسهم يمكن فيها شيء من الظن، لان هي بتتاخد من راس مال المستثمر، يعني سواء كسبان او خسران بيتاخد عليه رسوم. فطبعا هو معالي وزير الماليه مشكورا تقدم بتعديل قانوني واعتمد بالامس من مجلس الوزراء اللي هو يثبت سعر ضريبه الدمغه المفروض على التداول عند 1.5% على الشراء وعلى البيع، لان كان المفروض في نهايه هذا الشهر ترتفع الى 1.75%. فدي يعني خطوه ايجابيه ومحموده، ولكن لابد من الفتره القادمه تشهد نوع من الحوار حول كيفيه يعني ايجاد محفزات للبورصه، لان هي موضوع يعني طبعا وزاره الماليه ليها دور كبير فيه، البورصه ليها دور، هيئه الرقابه الماليه ليها دور. طبعا الدور الاخر الكبير سياتي من السياسه النقديه، السياسه النقديه اعتقد ان حان الوقت ان يبدا البنك المركزي في الاتجاه الى سياسه توسعيه لخفض اسعار الفائده. وخفض اسعار الفائده اعتقد سيكون له الدور الاكبر في تحسن اداء سوق المال. هو سيكون العامل الاكبر في تنشيط السوق. بالظبط، العامل الاكبر في تنشيط السوق، بالاضافه طبعا لموضوع هيكله الضرائب الخاصه بالشركات المقيده في البورصه. رائع. خليني اسال حضرتك عن تقييمك لتواجد المستثمرين الاجانب في ظل انخفاض اسعار الاسهم حاليا. بالتاكيد المستثمر الاجنبي بيبص لمصر مقارنه بالاسواق الناشئه الاخرى ان هي فيها فرصه كبيره،
سواء الاستثمار في الدين الحكومي اللي هو سواء اذون خزانه او سندات، او الاستثمار في الاسهم من خلال البورصه. ليه؟ لان اولا المؤشرات الاقتصاديه بتاعت مصر تحسنت بدرجه كبيره جدا بعد مرور اكثر من سنتين على برنامج الاصلاح الاقتصادي، وبدا الريتنج بتاع مصر او تقييم الجداره الائتمانيه لمصر يرتفع الى بي وبي بلس، وبالاضافه الى بدا سعر الصرف يستقر بالنسبه للجنيه المصري، بل بالعكس كمان يتحسن الجنيه المصري امام الدولار، وبالتالي المستثمر اللي بيخش بيحط مثلا عمله اجنبيه يحط دولار ويشتري جنيه مصري عشان يشتري اسهم في السوق المصري او يشتري ادوات دين، بيبقى مش قلقان ان قيمه الاستثمار بتاعه دي تنخفض، بالعكس ده هي قيمته هترتفع وياخد دولارات اكتر وهو خارج. فبقت فعلا محفزه للمستثمر الاجنبي ان هو يخش، وده يمكن الحاجه اللي بقول عليها ان اذا تحسنت صوره البورصه واذا اصبحت جاذبه اكتر ستجذب مزيدا من الاموال الاجنبيه للاستثمار، ومصر بالتاكيد في حاجه للاستثمار خارجي يخش لها في الوقت الحالي. يعني احنا يعني صحيح الاحتياطي المصري بالعمله الاجنبيه تحسن، والبنك المركزي اعلن انه وصل الى 44.6 مليار دولار، وده رقم حقيقه غير مسبوق، يمكن ارتفاع تاريخي، ولكن ما زلنا بحاجه الى مزيد من هذه الاموال، لان احنا عندنا يعني ما زال خطه كبيره للتنميه، ما زلنا نحتاج الى ان الحجم الاقتصادي المصري يكبر عن الوضع الحالي لمواجهه النمو السكاني، مواجهه الخطط التنمويه التي جاري تنفيذها بمعرفه الحكومه. فكل ده بيحتاج الى استثمارات تاتي اولا عن طريق الاستثمار الغير مباشر من خلال البورصه، ثم يليها الاستثمار المباشر، وايضا الاستثمار المباشر ما بيجي ده يدخل السوق زي السوق المصري من الاسواق الناشئه بيبص على ان يكون في نافذه للتخارج. والبورصة هي نافذة التخارج أو نافذة التداول أو هي السوق للأموال. فبالتالي البورصة النشطة وحجم البورصة ما يكون كبير يدي اطمئنان للمستثمر انه يضخ اموال كبيره في الاستثمار سواء المباشر او غير مباشر. بعض الناس بتتساءل لماذا اسعار الاسهم اصبحت يعني متدنيه، واحنا مثلا لو اتكلمنا عن شركات في القطاع العقاري مثلا، طلعت مصطفى ما حصلتش 11 جنيه، صادق 15 ل 16، شركات كبيره والقطاع العقاري من انشط القطاعات حاليا في السوق ولسنوات، ما السبب في تدني اسعار هذه الاسهم؟ بص انا هقول لك حاجه مثل بالبلدي كده، يقولوا حسن السوق ولا حسن البضاعه، قد تكون البضاعه جيده ولكن للاسف لان السوق يعني ما هوش فعال، وفي بعض اللي عليها ايه ديستورشنز او بعض الحاجات اللي تؤثر على الاداء الطبيعي بتاعه، هتلاقي مش معبر عن القيمه الحقيقيه للبضاعه الموجوده فيه. يعني الحقيقه يعني شركات كتيره، يمكن اضيف لك مصر الجديده مثلا، يعني عندها محفظه اراضي تقدر يعني بعشرات المليارات وسعرها منخفض. يعني فبالتالي السوق لا يعبر لانه غير نشط كفايه، حجم التداول ضعيف، هناك بعض الحاجات اللي هي بتؤثر. يعني احنا بقول ايه، يعني احنا في مناقشاتنا مع وزاره الماليه بنقول والله العوائد اللي بتاخدها وزاره الماليه من الدمغه اللي هي مفروضه قليله جدا مقارنه بالخسائر التي تحدث للثروه المصر بتاعت مصر من الشركات المقيده. الثروه دي يعني اذا كان هي السوق ده ممكن يكون قيمته النهارده 400 مليار وهو يستحق يبقى بتريليون او كان وصل تريليون حتى من اكثر من عام. فالانخفاض الكبير ده اكثر بكثير جدا من العوائد التي تحصل عليها وزاره الماليه كدمغه او ضريبه. فبقول البورصه لازم يكون فيها نوع من الاصلاح الهيكلي زي بالظبط برنامج الاصلاح الاقتصادي، عندنا اصلاح مالي واصلاح نقدي، وفي عندنا حاجه اسمها اصلاحات هيكليه. او الاصلاحات الهيكليه دي من ضمنها يعني سوق زي سوق البورصه لابد ان ينظر اليه نظره شامله، وان تتدخل جميع يعني وزارات المجموعه الاقتصاديه، وزاره الاستثمار، وزاره الماليه، البنك المركزي، وينظروا كيف نحسن صوره البورصه المصريه وكيف تكون سوق نشط وفعال وجاذب للاستثمار الخارجي والمحلي في آن واحد.
سنتوقف مع فاصل قصير أستاذ محمد، وبعد ذلك نعاود الحوار حول أداء البورصة وماذا ننتظر في الفترة المقبلة. كونوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد، وأرحب مرة أخرى بضيفي اليوم الأستاذ محمد ماهر، طبعا الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستشارات المالية ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. أستاذ محمد أهلا، أهلا وسهلا بحضرتك. ومحتاجة نتكلم في الجزء ده بداية عن مصطلح الأموال الساخنة أو الهوت ماني. دائما بيقال أنه مصر دخل فيها جزء كبير من هذه الأموال، أما البورصة حصل فيها انتعاش كبير وبتخرج أيضا بشكل سريع يعني طبقا لعوامل مختلفة. إزاي بنقدر نقيس أنه الأموال اللي دخلت البورصة في وقت ما هي أموال ساخنة؟ تمام، هو المصطلح ده حقيقة بيطلق فعلا على المستثمر اللي بيخش بهدف المضاربة على وضع معين. يعني بالتأكيد بعد في المرحلة اللي كان فيها بداية الصحة الاقتصادي وكان فيه تعديل لسعر الصرف وانخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار، كانت فرصة كبيرة جدا لأن كانت أسعار الأسهم لم تعبر عن ما حدث، وبالتالي كان أي حد مستثمر من بره بيحول من دولار لجنيه مصري بياخد مبلغ كبير بجنيه مصري، يعني الدولار ياخد قصاده مثلا 19 أو نسهل 20 جنيه ويخش يستثمره في البورصة وبعدين يستنى أما الأسهم ترتفع ويبيع الاستثمار بتاعه ويخرج تاني. فاللي كان يعني بيحصل دايما كده في عمليه الصحه الاقتصاديه، لما بيحصل تحرير لسعر الصرف بيعاقبه ارتفاع في اسعار الاسهم، فبيخش ناس مضاربين عارفين ان الحكايه دي هتحصل، فيخش يحول العمله بتاعته الى جنيه مصري ويشتري الاسهم ويستنى لما ترتفع وبعدين يحولها تاني للعمله بتاعته ويخرج. دي التصرف ده بيطلق عليه الهوت ماني، لانها دخلت استفادت من وضع معين وخرجت. ايضا كان بيحصل معانا مش بس في الاستثمار في البورصه، ولكن الاستثمار في الدين الحكومي المصري، ادوات الدين المصريه، لان كان طبعا برضو العائد كبير جدا مع الصلاح الاقتصادي مع ارتفاع اسعار الفايده، وبعد ما حصل انخفاض كبير لسعر الصرف بتاع الجنيه بيحصل نوع من الاستقرار، وبرضو المستثمرين المحترفين فاهمين كويس الكلام دوت، وبالتالي بيخشوا يحولوا اموالهم الى جنيه مصري ويستثمروها لفتره ما، يحصلوا على العائد المرتفع من سعر الفايده ويعود بها الى عملته الاصليه اللي هي مثلا الدولار بيعمل 1% او 2%، لا هو هنا كان بيعمل 15 و16 و17%. وايضا يعني مش بس كده، كمان ده هو مش امواله بيخش بيها زي ما هي، ده هو كمان كان بيروح يقترض، يعني مثلا لو هو معاه مليون دولار يقترض عليه كمان مليون او 2 مليون دولار، يبقى معاه 3 مليون دولار يخش بيهم ويستثمر في ادوات الدين ويعمل العائد الكبير ده على 3 اضعاف المبلغ بتاعه، فتلاقي في الاخر عامل مثلا 30% او 40% على امواله في السنه نتيجه هذا النوع من المضاربه، ودي بيسموها هوت ماني. طبعا احنا بيهمنا ان المستثمر يخش يكون مستثمر طويل الاجل، يكون داخل علشان شايف البوتنشال في الاقتصاد المصري او شايف الفرصه الواعده في الاقتصاد لفترات طويله. فده بيجي باشياء كثيره لابد انها تجتمع، زي ما قلت لحضرتك لازم نخلق المحفزات للمستثمر انه يجي ويستقر ويستمر، مش ان هو يجي ويستفيد بمكسب عالي على فتره صغيره ويجري تاني. فده بيجي من المناخ العام كله على بعضه، بما فيها طبعا موضوع الضرائب، موضوع سهوله الدخول والخروج، موضوع ان يكون في استقرار نسبي لسعر الصرف، مش يكون في بقى يخش في تذبذبات كبيره، الموضوع ان يكون في يعني نقول ايه حوافز للمستثمر اللي هو المباشر اللي هو داخل بقى بيشتري او مش بيشتري في البورصه، داخل بيعمل مصنع او بيعمل شركه او داخل بيصلح في ارض زراعيه او غيره، يكون هناك حوافز ليه، بيكون هناك يعني اصلاح هيكلي في مستوى البيروقراطيه الموجوده في الجهاز الاداري. كل دي حاجات بتخلي المستثمر يبقى جاي قاعد لمده طويله، مش بس يبقى هوت ماني يستفيد من وضع معين للمضاربة. لو رجعنا مرة تانية لأداء المؤشر الرئيسي EGX 30،
بنهاية النهاردة هنلاقي أنه قريب جدا من المستويات المسجلة في نهاية يناير 2019. صحيح. خليني أسأل حضرتك عن النوع الآخر من المحفزات وهو الطروحات الحكومية. صحيح. البرنامج الحكومة بتتكلم عليه بقالها فترة. صحيح. والاكتتابات المرتقبة لا نعلم إذا ما زالت قائمة أم تنتظر تأجيل آخر. لا اعتقد اكتتابات قائمه، ووزير قطاع الاعمال معالي الاستاذ هشام توفيق اعلن اكثر من مره ان في عده اكتتابات قادمه خلال هذه الفتره، يمكن لكن دون تحديد اي تواريخ. يعني اول الفكره ان الطروحات دي فيها جزئين، جزء منها في شركات بالفعل مقيده في البورصه وبتطرح شريحه اخرى، وانا ما بعتبرش دي اكتتاب، بعتبرها نوع من ايه البلوك تريدنج، او ان هم الحكومه بتبيع جزء اضافي من حصتها، وده مش محتاج يمكن ترويج للعامه ونشر في الجرائد وغيره بقدر ما هو محتاج بجهود ترويجيه مع المستثمرين الكبار وخاصه المستثمرين الاجانب. النوع الثاني هو الكتاب العام اللي هو بيحصل فيه طرح الحصه لاول مره، وده محتاج ان يكون في نشر لبيانات كافيه عن هذه الشركات، ويكون هناك يعني تقييم عادل لهذه الشركات، وان يكون هذا التقييم يدي فرصه للمستثمر انه يعمل عليه عائد مناسب خلال الفتره الجايه، يعني يكون هذا التقييم معمول بسعر يتناسب مع مستوى الاسعار القائمه في السوق، ويكون يعني جاذب للمستثمر. وده يعني اعتقد دي سياسه اعلن على مع الوزير هشام توفيق، لان هو يعني لما بيبيع حصص ماينورتي يعني من 20% ل 30%، وبالتالي بيفضل مع الحكومه نسبه كبيره، وبالتالي بيع هذه الحصه بسعر جاذب للمستثمر سيتحقق عنه ارتفاع في الاسعار بعد كده بعد ذلك، وبالتالي ترتفع قيمه الحصه المتبقيه مع الحكومه. فاعتقد هذه السياسه اذا اتبعت ستكلل هذه الطروحات بالنجاح ان شاء الله، وتكون ليها تاثير ايجابي على البورصه بشكل عام. البورصه المصريه اختيرت لرئاسه اتحاد البورصات العربيه. صحيح. عايزين نفهم ايه الدور المنوط بالبورصه خلال هذه الفتره. الحقيقه البورصه المصريه هي من اقدم البورصات طبعا في العالم، مش بس في الوطن العربي، ولكن للاسف احنا في الفتره اللي هي يعني يمكن العشر سنوات الاخيره تراجع يعني حجمها ووزنها بالنسبه للاسواق العربيه، ما بقتش في المقدمه، لكن تراجعت عده مراكز، يمكن ما زالت يمكن الخامس او السادس كحجم تداول وحجم راس مال سوقي. ولكن ما زالت البورصه المصريه والجهاز القائم عليها هي الرائده في يعني تنظيم السوق ووضع القواعد المنظمه وابتكار الادوات الماليه وتفعيلها، يعني هي الحقيقه دي ميزه كبيره. والبورصه المصريه اسند الى البورصه المصريه رئاسه الاتحاد العربي للبورصات في اللقاء المؤتمر الذي حدث الشهر الماضي، وده شيء ايجابي، وما اعلمه ان البورصه المصريه يعني تعمل على تنشيط عملية الربط بين البورصات العربية، وتنشيط عملية القيد المزدوج للأسهم، ان يكون أسهم مصدرة في بورصات اخرى تكون مقيدة في البورصة المصرية والعكس صحيح، وايضا ليس مع السوق العربية فقط ولكن ايضا مع الاسواق الافريقية. هناك جهود بالفعل في هذا الشأن بدأت فيها البورصة، وان شاء الله تكلل بالنجاح في الفترة القادمة. رائع. اخيرا حابة اسأل حضرتك عن النشاط اللي بتقوم به الجمعية المصرية للأوراق المالية بخصوص مقترحات لتنشيط صنع السوق، وايضا اليات اخرى في السوق مثل الشورت سيلينج، الى اين توصلتم؟ تمام. هي طبعا الاليتين اللي هم كانوا جداد نسبيا يعني تم اضافتهم لقانون سوق المال في نهايه العام الماضي، هي صنع السوق والاقتراض بيع وتداول الاسهم المقترضه واللي يسموها الشورت سيلينج. والاليتين مهمين جدا للسوق، لانها زي ما احنا عندنا حاجه اسمها الشراء الهامشي او المارجن تريدنج، اللي هي بتكون يعني بتحقق للمستثمر عائد اضافي في حاله ارتفاع السوق. فعمليه الشورت سيلينج بتكون او بيع الاسهم المقترضه
بتكون بتمثله حمايه او تمثله فرصه لتحقيق عائد في حاله انخفاض الاسواق. وبيوزن الاليتين دول ما يسمى صنع السوق. صنع السوق هو ان يكون هناك شركات مرخصه للقيام ب يعني عرض وشراء الاسهم على الاسهم الغير ناشطه، على الاوراق الماليه الغير ناشطه، وقيامهم بهذا الدور يتيح دائما سيوله للتداول، وهذا شيء مهم جدا وسمه مهمه من سمات البورصه. وجود هذه الاليات ايضا يؤهل البورصه المصريه لادخال اليات جديده ما يسمى بال الفيوتشرز او الخيارات على التداول، اللي يسموها الاوبشنز او الفيوتشرز، مشتقات يسموها على التداول. وهذه المشتقات على ادوات الماليه الجديده في وجود اليات بيع الاسهم المقترضه واليه المارجن ووجود صنع السوق، سيكون من الممكن تفعيل هذه الخيارات او هذه المشتقات التي يمكن اضافتها الى السوق المصري. استاذ محمد، ما توقعاتك لاداء السوق بشكل عام في المرحله المقبله، خاصه انه ما زلنا في اجواء شهر رمضان وبعد الهدوء اللي بيصاحب هذا الشهر في صحيح. التعاملات صحيح. انا اعتقد يعني يمكن من رؤيتي للتداول اليوم بالذات، انا شايف ان كان في ضغط جامد جدا على السوق في الاسبوع الماضي، ولكن اعتقد الفتره القادمه سيشهد نوع من التحسن النسبي، خاصه بعد الغاء الزياده اللي كانت مرتقبه في ضريبه الدمغه دي من ناحيه. من ناحيه اخرى ان في لقاء للبنك المركزي خلال اعتقد في نهايه هذا الشهر خاص بمراجعه اسعار الفائده، فاعتقد اذا بدا البنك المركزي في اتجاه السياسه النقديه التوسعيه بخفض اسعار الفائده ستشهد البورصه تحسنا ملحوظا. يعني ده رايي ان هي مرتبطه بدرجه كبيره بموضوع السياسه النقديه خلال الفتره القادمه. يعني نعود لنفس النقطه اللي بدانا صحيح. بيها وهي السياسه النقديه. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا لوجودك النهارده معانا، الاستاذ محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركه برايم القابضه ورئيس الجمعيه المصريه للاوراق الماليه. اشكرك. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل لنهايه لقائنا في مال واعمال، لكن اترككم مع تقرير اجريناه خلال تواجدنا في سول بكوريا الجنوبيه عن الانسان الالي واخر المجالات التي توصلت التكنولوجيا لاستخدامه فيها. شكرا لكم ونراكم الاحد المقبل على كل حال. يتوقع أن يشكل الإنسان الآلي جزءا مهما من حياتنا في المستقبل، وهو بالفعل له دور مهم في كثير من الدول في الوقت الحالي، لكن نجد استخدامات أكثر له في القطاع الصناعي والخدمي. ويعمل الإنسان الآلي في مجالات عديدة، دعونا نأخذ نظرة على بعض المهام التي يستطيع أن يقوم بها الإنسان الآلي. هذا الروبوت مثلا هو مساعد منزلي بامتياز، ويأخذ دور المكنسة التي تنظف الأرضيات بكفاءة وسرعة شديدة. من المجالات الأخرى المهمة للإنسان الآلي استخدامه في القطاع الطبي. نجد هنا أن هذا الجهاز يستطيع أن يساعد المرضى في التحرك بسهولة والجلوس وأيضا التعافي بشكل أسرع. نذهب لنوع آخر من الروبوتات ونجده في المطارات مثلا. هذا الروبوت يستطيع أن يرافقني في السفر ويحمل الحقائب الثقيلة بدلا من أحملها بنفسي. أما هذا الروبوت فهو رفيقي في المحلات أو السوبر ماركت، أستطيع أن أضع أي شيء في هذه السلة ويسير معي في المناطق المختلفة في السوبر ماركت لتسهيل عملية الشراء. ومن الاستخدامات الأخرى للإنسان الآلي مجال الفندقة وأيضا الخدمات في المطار. هذا الروبوت
أيضا به بعض المأكولات الخفيفة وأيضا الصحف التي يمكن أن تكون مناسبة جدا كما ذكرنا في الفنادق أو المطارات. هذا يثبت لنا أن الإنسان الآلي سنشاهده كثيرا كجزء مهم في حياتنا اليومية وسيكون له دور أكبر وأكبر في المستقبل. أنا سأذهب أخيرا لصديقي الروبوت الذي سيتجول معي ويعطيني فكرة عن هذا المعرض وسأذهب معه في جولة سريعة. يجب أن أبتعد قليلا حتى يتمكن من قيادة هذه الجولة. إذن شكرا جزيلا لكم وأنا سأكون مع الروبوت للتجوال الأخير في المعرض. باي.